وتوجهوا إضافة إلى تدريبها ضمنها ومغولة ديالها، بغينا اليوم عنوان
رائع جدا.
شو هالشيء شو عايزكم معايا من جمعية دمشق؟ سي اقمي ما هو اقمي ما نهوش تحية للسيد اقمي لخدام خدام هذا المهرجان ديال التكرا وجود وجد العدة عدة العدة عدة العدة لتكرا ديال نادي المنتخبين نادي المنتخبين اختار الاعداد والتكرا كيقول لي دابا عاود باش تعاوني نعودو ان شاء الله باذن الله حضرنا انا هاد بلا مقلت انا وحضر اقميم لهاد المهرجان واللي كتلاحظوا المنظر جميل وجميل جدا في ساحه البكر اول مره كيتنظم هنا في هاد الساحه بعد ما كان كيتنظم في باب البحر ولا في باركو اتلانتيكو ولا في العديد من الاماكن للعدد الرابع وكنتمنوا ينجح باقي ما انطلقتش العمليه ديال المهرجان عمليه ديال الاعداد بقى ما انطلقتش كنشوفوا هنا بعض الاعازيز الشعبيه الجبليه انطلقت هنا من هذا المكان لاحظوا الموسيقى الجميله لاحظوا التجمهر ديال الناس على هذا الاعازيز الشعبيه الجميله ما عرفتش هذا المكان ما عرفتش هذا الناس هذو الكل اي منطقه جايين مشاركه جمعيات مشاركه قبائل مشاركه مناطق هذا هو السعف سبب الصروخ تحيه للاخ سبب الصروخ المعد لهذا
منشط لهذا المهرجان. المهرجان انطلق على الساعة 11 صباحا وغتعطى انطلاقة ديال التكرا بعد قليل. شكرا على التتبع ديالكم وعلى البارطاج. شكرا سعيد تميمي على البارطاج. نحن هنا العرائش مباشرة ساحة البكار مهرجان التكرا الرابع. هو أجمل هذا الوطربوش هو أجمل هذا. أنا نعود إن شاء الله نعاونوا معاه وقتا إن شاء الله ناخذوا بعض الفيديوهات بحول الله وغادي نكونوا معكم إن شاء الله مباشرة بعد قليل. نشوفوا أجمل شنو بغى اللي يساعدوه في الطاجين نعاودوا نساعدوه. وكنقل لكم هذا الحدث الجميل. كنقل لكم من فوق حصن الفتح حصن سان أنطونيو حصن الحبيبات. وراك شفتوا المنظر جميل في هذه الساحه الجميله اللي تبنات مؤخرا. عطات منظر جميل وكان فيها المهرجان ديال الموسيقى الصوفيه اللي كان فيه يوم واحد قبل اسبوع او اسبوعين. كان المنظر جميل والحضور كان على مستوى المثلث ديال البوكا. كان الحضور وازن. هنا كانت المنصه جاو فرق من ابيجاد ومن العرائش ومن طنجة ومن تطوان. سي النعمان الله يحفظك اخي النعمان. الله يبارك فيك. ميرسي بزاف. الله يحفظك نعمان اغريب النشيط الجمعوي منشط مباراة قدماء المنتخب المغربي وقدماء البرازيل. وكان في مستوى الحدث نعمان الاستاذ
خبرني الفيسبوك لايف انه ثلاثة الناس بارطاجاو هذا الفيديو هذا لا تقليل حق الصفقة، حاولوا تبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم مع اهلكم مع احبابكم مع جيرانكم، مشكورين باش يعرف النشاط ديالنا مشاهدة واسعة. وكتبقى المتابعة ديال ترياتلون لاراش هي الأكثر متابعة على صفحتنا جمعية الحفاص موجودة، جمعية نادي وفاء العريق كرة القدم موجودة، جمعية نادي موظف، جمعية المجد انطلقت الأشغال ديال إيجاد التاكرا من جميع الحاضرين هنا. العملية ديال التاكرا نشوفوا هاد النقطة اللي حدانا، بسم الله واش كتبان لكم شي حاجة ولا ما كتبانش؟ أنا بالنسبة للشاشة ما كتبانش شي حاجة لأن الشمس جات في وجهنا، قابلة كيبان لي فيها واحد السمكة زوينة كنظن ماشي شرعو وإنما واش حقصة كنظن هذيك خوات خدامين وعندهم من جهة الأخرى الشطون، الشطون ومطيشة والتوابل اللي كاينة قصر الناتج كذلك، البطاطس كذلك والسمكة اللي كتشوفوا. أعتذر المكالمة الهاتفية تنسالي والبت ديك الساعة نشوفوها نتصلوا بها إن شاء الله بإذن الله. السي أجمين باش نوجدو التاكرا ديالنا تحنا باسم نادي الموظفين. تحياتي واحتراماتي لجميع المتابعين معنا ولو قلائل، فحنا نرحبوا بهم على الصفحة ديالنا، نتمناو المزيد من الجماهير اللي تبعنا. وتبارك الله عليكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. غادي نلتقيو إن شاء الله بعد قليل، قد يكون مباشر وقد يكون غير مباشر. شارك السي اش ام لاغاش اكمي راه كاين موجود كيمثل نادي الموظفين راه مشارك. صورنا قبيله ما تبعتيش وقيله. عليكم السلام سي مازيل هواري دائما موجود. غادي نعاودو عند السي اكمي شكراً سي مازيد الهواري، التواجد ديالك دائما موجود. مالك مصدعاني؟ أنا غنهود.